كانت أخت فاضلة بتقول بأن الكتاب الجامعي قيمته 20 جنيه، ويعني البنت يعني بتشتكي أن الكتاب غالي القيمة، فبتقول للدكتور، فالدكتور قال لها الساعة اللي أنا لابسها دي بمهر أمك. فالوالدة زعلانة من قولة الدكتور. وأنا الحقيقة يعني إن كان لمثلي أن يكلم أساتذته الأفاضل الكرام، وهم أساتذتنا، وهم يعني من يوجهون دفة التوجيه والتربية في أمتنا، ومن يشكلون عقول وقلوب أبنائنا وبناتنا، إن كانت لمثل كلمة فأقول بأن أعظم وسيلة من وسائل التربية هي التربية والقدوة. أعظم وسيلة من وسائل التربية هي التربية والقدوة. ومحال أن يتربى الطالب وأن تتربى الطالبة تربية ترضي الله تبارك وتعالى إلا من أستاذ قدوة، وإلا من مرب قدوة. مشى الطاووس يوما باختيال فقلد مشيته بنوه، فقال علام تختلون؟ قالوا لقد بدأت ونحن مقلدوه. يشب ناشئ الفتيان منا على ما كان قد عوده أبوه. أنا لازلت أذكر أساتذة لي، والله لا أنساهم أبدا، والله لا أنساهم. لا أقول أساتذة، لا أساتذة. وكان الأستاذ أستاذا وأبا ووالدا، والله لا أبالغ إن قلت وأما، غاية في الحب وغاية في الرحمة وغاية في الحنان. لا أنسى أستاذا وقف إلى جواري يوما ونظر في عيني وأنا طالب في المرحلة الابتدائية وهو مدرس إنجليزي، وقال لي يا ابني اذهب إلى الطبيب لأن أنت مصاب بالصفرة. والله ما أنسى هذه الكلمات أبدا. هذا أستاذ ولا والد ولا أم ولا مربي ولا هكذا. لا أنسى أساتذتنا الأفاضل. فأنا أقول لأساتذتنا الأفاضل الكرام، أنتم بفضل الله الأسوة، وأنتم القدوة، وأنتم الأمل بعد الله سبحانه وتعالى. فحري بأساتذتنا الأفاضل أن يكونوا نماذج حية للأولاد وللبنات. وجميل أن يقول الأستاذ لأولاده وطلابه يا أولادي، من لم يستطع منكم بالفعل أن يشتري الكتابة وقيمته 20 جنيه، فبإذن الله يأتيني إلى مكتبي، يأتيني إلى مكتبي وأتصدق لله تبارك وتعالى من هذه الكتب ب100 كتاب مثلا، ب100 نسخة، ب200 نسخة. يقول هذه النسخ بفضل الله لله تبارك وتعالى، أخرج هذه النسخ للطلاب وللطالبات الفقراء، ويعني أبشره بأن الله سبحانه وتعالى سيبارك له في ماله وفي عقله وفي علمه وفي صحته وفي أولاده. نعم، هذا أمر لا ينبغي أن نتجاهل. والتعليم بفضل الله تبارك وتعالى إن لم يكن قائما على التربية قبل أن نحشو عقول وقلوب أولادنا وبناتنا بالمعلومات فلا خير فيه. قد يعلم التعليم الحديث أولادنا بعض المعاني وبعض العلوم وبعض المعارف، لكن إن خلت من هذا الجانب التربوي فقد تعلم، يعني قد لا تحسن أن تعلم عيونهم الدموع ولا قلوبهم الخشوع. فأنا يعني نصيحة لأساتذتنا الأفاضل الكرام، يعني أن يرحموا أولادنا وأن يرحموا بناتنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترهم في الدنيا والآخرة، وأن يزيدهم توفيقا وسدادا ورشادا. وأستحلفه بالله وأستحلفكم بالله أن تسامحوني إن كنت يعني قد تكلمت وأنا لازلت يعني في مقام التلميذ لكم، فأنتم أساتذتنا، وأسأل الله أن يتقبل منكم جميعا صالح الأعمال.